السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين في البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن حرب المتعة اللي بدأت من خبرة ليفاندوفسكي وانفجار الدبابة هالاند. صراع العمالقة، بدأ صراع العمالقة ما بين هالاند وليفاندوفسكي. هالاند بيأدي أداء أكثر من رائع في الدوري الإنجليزي، وحقق 2 هاتريك في أول 6 جولات في الدوري الإنجليزي. في بداية كان متوقعها الكثير من الدبابة هالاند، أما ليفاندوفسكي فأدى أداء أكثر من رائع مع الفريق برشلونة في الدوري الأسباني، وقدر لغاية دلوقتي إن هو يسجل 4 أهداف بالرغم من كانت بدايته ما تبشرش بالخير مع فريق برشلونة. ففي صراع عمالقة ما بين الخبرة ليفاندوفسكي والدبابة المنفجرة هالاند. خليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان هنتكلم عن الاتنين عملوا ايه في الفريق. في واحدة من أعظم المنافسات ما بين صفقتين الأهم في الميركاتو الصيفي، في البطولتين المحليتين الأقوى في أوروبا، الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، اللي بيشتد الصراع ما بين الخبير البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة والآلة البشرية هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. وبعد عامين من الصراع في الدوري الألماني، تفوق فيهما المخضرم البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق على نظيره هالاند مهاجم بروسيا دورتموند. حرك هالاند وليفاندوفسكي إلى مانشستر سيتي وبرشلونة، واستنساخ الأول من الثاني بالحصول على مدربه الأسبق أنشأ صراع آخر بين الأفضل في الدوري الألماني وفي العالم حاليا. على الرغم من تفوق النرويجي، إلا أن منافسه لا يبتعد كثيرا بالنظر إلى الأرقام. هما الاثنين قريبين من بعض، ولكن تفوق كاسح لهالاند في الدوري الإنجليزي. هالاند اللي انفجر في وجه المدافعين في الدوري الإنجليزي سجل 10 أهداف في 6 جولات، بعت بيهم في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وحقق رقم تاريخي، حيث بات أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في أول 6 جولات في البطولة الإنجليزية. لعب هالاند 6 مباريات بمجموع دقائق 485، سجل فيهم أهدافه العشرة بمعدل 1.67 هدف في المباراة الواحدة، بالإضافة إلى صناعته لهدف، مع الوضع في الاعتبار تسجيله هدف من ضربة جزاء. على الجانب الآخر لعب ليفاندوفسكي الخبرة 4 مباريات بمجموع دقائق 344، سجل فيهم 5 أهداف بمعدل 1.3 في كل مباراة، وما صنعش ولا هدف ولم يسجل من ضربات جزاء. سدد هالاند على المرمى 25 تسديدة، منهم 15 ما بين القائمين والعرضة بدقة 60%، ولكن سدد ليفاندوفسكي 22 تسديدة، منهم أيضا 15 تسديدة ما بين القائمين والعرضة بدقة 68%. زي ما احنا شايفين الارقام ما بينهم والفروقات مش كبيرة بالرغم من تفوق هالاند. زي ما قلنا سجل هالاند 7 اهداف بقدمه اليمنى وهدف باليسرى وهدفين من رأسيتين، فيما سجل ليفاندوفسكي 4 اهداف بقدمه اليمنى وهدف واحد بقدمه اليسرى. اهدر هالاند 4 فرص خطيرة، فيما أهدر ليفاندوفسكي 6 فرص خطيرة، فيما صنع الأول
5 من 10 تمريرة مفتاحية مقابل 3 لمهاجم البلوجوانا، وتوج روبرت لوفاندوفسكي بهداف الدوري الألماني في العامين السابقين، حيث سجل في الموسم الماضي 35 هدف والموسم قبل الماضي 41 هدف، يعني سجل في الموسمين 76 هدف، طبعا كمية كبيرة جدا من الأهداف. وهالاند سجل في نفس الموسم 27 هدف، وفي الموسم الماضي 22 هدف، يعني سجل في الموسمين 49 هدف، تفوق للخبرة ليفاندوفسكي في التهديف في الموسمين الماضيين. طبعا فيا ترى يا هل ترى مين هيكسب في صراع العمالقة، الخبرة ليفاندوفسكي ولا القاطرة البشرية هالاند؟ وبكده يكون خلصت فقرتنا اللي كانت بتتكلم عن صراع العمالقة، حرب المتعة ما بين خبرة ليفاندوفسكي وانفجار هالاند. مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.